السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، جمعة مباركة، موعد متجدد مع حصتكم الأسبوعية أحداث الأسبوع، سيثريه معنا المحلل السياسي والإعلامي عبد الله الرافعي. مرحبا بكم، شكرا لوفائكم لقناتنا. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، سعيد جدا بتواجد الأستاذ عبد الله الرافعي معنا عبر خدمة سكايب. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله، جمعة مباركة لك ولكل من تحب. أسبوع سادس على وقع قتل وإبادة وصور بشعة تأتينا من غزة، اقتحام للمستشفيات، نفاذ للماء والوقود والكهرباء، وخروج العديد من المستشفيات عن الخدمة، وفيات في الطرقات وعلى الأرصفة، حتى أصبح الأطباء يدفنون الموتى داخل مبنى المستشفيات في مقابر جماعية. ما هي قراءتك لهذا الوضع الذي نعيشه في هذه الأيام الصعبة؟ تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله، جمعة مباركة. يعني الوضع مؤسف جدا، ما نشاهده الآن في يعني إبادة جماعية على الهواء مباشرة، لم يسبق لها التاريخ مثيلا. هذه الإبادة الجماعية في الواقع تجعل من يعني تجعل حتى اليهود المنصفين يتذكرون جرائم هتلر في حقهم، ويرونه أنه كان يعني يمتلك من الرحمة ما يعني لا ينافسه فيه الصهاينة. هذه البشاعات والفظاعات التي يقترفها الصهاينة يعني هي عار على البشرية جمعاء، سيكتبها التاريخ ويقف عندها طويلا. هي عار ما بعده عار على البشرية جمعاء، على المنظمات الأممية، على القيم الديمقراطية والحضارية والإنسانية التي يتشدق بها الغرب، وفي المقام الأول على العرب المتخاذلين، على العرب المتخاذلين وليس المتصهينين، لأن المتصهينين يعني قضيتهم محسوم فيها، وربما بينهم ومن غير ربما الأكيد أن بين العرب المتصهينين من يعني يتوق إلى إفناء حماس ووأد القضية الفلسطينية أكثر من نتنياهو نفسه. اليوم أصبح فيه نوع من المزايدة عند جمهور المتصهينين العرب الذين أصبحوا يعني يتقيؤون حقدهم الدفين على الفلسطينيين نظير صمودهم، على المقاومة نظير استبسالها، يتقيؤون هذا الحقد الدفين ويحلمون أن يناموا ويصحون فلا يجدون لا قضية اسمها قضية فلسطين ولا مقاومة اسمها حماس، ويجدون يعني الإقليم أو قطاع غزة ضم إلى الكيان الصهيوني وانتهت القضية من الأساس. لكن هذا العين أو النظرة المؤسفة، هذه النظرة التي تدمي القلوب، تقابلها نظرة على الطرف الآخر، لأنه لا يمكن أن نكون يعني مصابين بحول ونرى دائما الأمور الجانب السوداوي فيها، بل هناك جانب مشرق جدا، جانب المشرق جدا أنه هذا الطوفان المبارك الذي يزدريه البعض، الذي يحاول بعض المتصهينين العرب أن ينتقصوا من قيمته ومن قدره، ولكن في الحقيقة النتائج التي تفرض نفسها على أرض الواقع تفند هذه الأطروحات وتزيد في تعريتهم، وتثبت أن ما يحدث في غزة برغم الدماء وبرغم المصاب الجلل وبرغم الإبادة الجماعية، في النهاية الإنسان خلق ليموت. لكن المشكل ليس في أن أموت أو لا أموت، هنا الحتمية واقعا، أنت ستموت وأنا سأموت، وأبو عبيدة نصره الله سيموت، وأيضا نتنياهو سيموت، والمتصهين العرب سيموتون. لكن في مقابل ذلك ما الذي تسجل على أرض الواقع؟ ما الذي أنجز؟ أنا ربما أحصيت ما لا يقل عن 20 إنجازا أنجزه هذا الطوفان. نحن نتكلم الآن بعد شهر ونصف، هذه هي الإنجازات. إن أردت أو أفسحت لي قليلا من المجال سأسردها لك في عجالة. أولا، لأول مرة يسقط من العدو الصهيوني في هذا الشهر ونصف ما يربو عن 3000 قتيل. لأول مرة يتم أسر حوالي 3000
بينهم رتب كبيرة ترقى إلى جنرال وما فوق، لأول مرة يتم تهجير نصف مليون من المستوطنين من المغتصبات التي احتلوها، يعني خاصة في غلاف غزة وما جاورها، لأول مرة يتم الاستحواذ على الأسرى أستاذ عبد الله، الأسرى عددهم لا يتعدى 300. الأسرى. نعم 300، نعم، بينما أنت قلت 3000. حتى 5000. نعم، لأول مرة يتم الاستحواذ، المقاومة الفلسطينية استحوذت على بنك هام من المعلومات الاستخباراتية التي كانت بحوزة الموساد، بينها يعني ما كان يخططه الكيان الصهيوني للفلسطينيين، وبينها يعني وثائق تورط العرب في هذه الجريمة وتجعلهم شركاء في الدم مثلهم مثل الكيان الصهيوني. لأول مرة الفلسطينيين يغزون، يعني أهل غزة هم الذين غزوا الكيان الصهيوني وليس العكس كسائر الحروب التي مرت. هنا أيضا تمت إسقاط مقولة أو فرية أو أسطورة الجيش الذي لا يقهر سقوطا نهائيا بلا رجعة. أيضا سقطت حضارة الغرب المستندة إلى القيم وإلى السمو الإنساني وغيرها من الإنسانيات والكلمات الوردية، سقطت سقوطا مدويا. أنا أتكلم عن المعسكر الرسمي، لا أتكلم عن الشعوب، بالعكس سآتي إلى الشعوب ومدى تأثير هذه الأحداث فيها. أيضا سقط مخطط التطبيع. أنت تعرف أن السعودية كانت قاب قوسين أو أدنى من دخول حظيرة التطبيع والانضمام كواحدة من حرملك السلطان الصهيوني، لكن هذا حرمها من ذلك. أيضا إسقاط الديانة الإبراهيمية، هذا المشروع الوسخ سقوطا نهائيا. إسقاط المخطط المعروف بصفقة القرن التي كانت تهدف بالأساس إلى تهجير أهل غزة. إسقاط فكرة الوطن القومي الموعود لليهود وإظهار مدى هشاشة ارتباطهم بهذا هذا البلد، لأنك لما تشوف كيف يستبسل الغزاوي رغم الدمار والدماء في مقابل الصهاينة الذين يفرون زرافات ووحدانا خارج الوطن الموعود بين قوسين، تعرف كل شيء. أيضا إسقاط الوحدة الداخلية عند العدو وزرع شروخ كبيرة بين قطعان المحتلين. أيضا إسقاط المنظومة الإعلامية الصهيونية المدعومة من الخارج. الآن الخارج إما أنه أصبح يدعم، يعني المنظومة الإعلامية الخارجية إما أنها أصبحت تدعم الكيان الصهيوني على استحياء، أو رجعت حساباتها من جديد، أو انقلبت مباشرة إلى الخندق الآخر، إلى خندق الحق ومؤازرة أصحاب الحق. إعادة، وهذه نقطة مهمة، إعادة القضية الفلسطينية إلى مكانتها المحورية للأمة كقضية الأمة الأولى والأخيرة. أيضا إحياء روح الجهاد في الأمة، هذه الفريضة التي غيبت بقصد من خلال برامج طويلة المدى، ضرب محو أو إزالة كلمة الجهاد من المقررات الدراسية، إزالتها من المادة الإعلامية ونحوها. أيضا تحقيق الوحدة الشعورية بين الأمة جمعاء، وإظهار إنسانية تعامل المسلمين مع الأسرى، شاهدناه في عدة فيديوهات، يعني كيف يعامل المقاتل الفلسطيني أو المجاهد الفلسطيني أسراه من الصهاينة. إعادة الأمل بالحرية عند الأسرى في السجون، وإعادة الأمل الفلسطيني عند فلسطيني الشتات الدياسبورا بالعودة القريبة جدا إلى بلادهم. هناك أيضا نقطة، زرع الأمل في نفوس الشعوب العربية في الحرية وتحطيم أصنامها الحاكمة، وهذه أعظم خدمة قدمتها المقاومة والفلسطينيين إلى الشعوب العربية، يعني تستنهض قممها وتنفض غبار الذل والديكتاتورية والعار عن نفسها. وفي الأخير، هذا حسب ما رصدته أنا، إحياء الثقة بوعد الله بقروب زوال الكيان الصهيوني وتحرير المسجد الأقصى. فهذه النقاط وهذا الكم الهائل من الأمور التكتيكية والاستراتيجية والمادية، إذا مع الأسف نحن بشر في النهاية، ما يؤثر فينا هو الدم والدمار وأشلاء أبنائنا المتناثرة هنا وهناك، وآخرها الهجوم على مستشفى الشفاء، وكيف فعل الصهاينة فعلهم،
بأن يعني رموا حتى بالأطفال الخدج حديثي الولاية إلى قارعة الطريق، ناهيك عن استعراض العضلات واستعراض القوى على الحرائر الفلسطينيات المريضات بالأساس وعلى الأطفال والرضع والعجز والمرضى. فهذا عار آخر يضاف ربما إلى ما سردته من إنجازات إنسانية ومادية وعسكرية واستخباراتية التي حققها طوفان الأقصى. أستاذ عبد الله، بعد كل هذا السرد تحدثت عن سمو الإنسانية التي غابت في الإعلام الغربي، سمو الملك الذي يحكم في بلاد الحرمين باسم قبيلة فازت في الحرب، قبيلة بنو سعود، استقبل الأمراء والحكام ورؤساء 57 دولة عربية. أسبوع بعد هذه القمة لم تتغير وضعية الغزاويين قيد أنملة. شوف، يغير الحاكم أو يقوم بما من شأنه أن يكون فعلا مؤثرا يعاكس أو على الأقل خارج الإرادة الغربية عندما يكون هذا الشعب ممثلا حقيقي، هذا الرئيس أو الحاكم أو الأمير أو الجنرال أو سميه ما شئت، عندما يكون ممثلا لشعبه، عندما يكون إفرازا طبيعيا من عمق الشعب. بالله عليك، ال 57 دولة التي حضروا هذا، الرؤساء الذين حضروا إلى الرياض، لم يكن بينهم رجل واحد له من الشرعية الشعبية نصيب. فبالتالي توقع أنه احنا تعودنا دائما في الأمة الإسلامية وتحديدا في الأمة العربية، وخلينا نركز على الأمة العربية لأنها صدر الأمة ورأسها، فهؤلاء يعني دائما عودونا أن الموقف السلطة دائما له موقف مخالف بل مناقض تماما عند الشعب. خليني نقولها لك باختصار بسيط، الجزائر مثلا، حتى مع أن الشعب الجزائري نظريا وظاهريا مع الفلسطينيين والشعب الجزائري كذلك، لكن في التفصيل لما ندخل في التفاصيل الشعب الجزائري مع حماس مع المقاومة، لكن النظام الجزائري مع عباس. اليوم مثل ما حدث في قبلها في 2014 و2016 وغيرها، عندما تدمر غزة ويدمر الأهالي في غزة، الإعانات الجزائرية الدولارات الجزائرية تقدم باسم الجزائر إلى عباس، إلى 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 الضفة، يعني إلى موظف سامي لدى الكيان الصهيوني على رأس بلدية الضفة. يعني هنا الدكتور أنور هدام كان ضيفنا البارحة وصرح قائلا، هو إطار سابق في الفيس مقيم في واشنطن، وقالنا باللي أن موقف الجزائر الدبلوماسي هو أشجع موقف بين الدول العربية. سبق وأن تحدثنا عن هذه النقطة تحديدا ومعك في حضرتك، وقلت أنه الموقف الجزائري هو أفضل وأشرف وأنبل موقف عربي إذا ما قورنا بنظرائه العرب، وبالتالي فهو الموقف الأقل سوءا وليس الأفضل، فهو الأقل خسة وليس الأشرف، فهو الأقل قذارة وليس الأنبل. لابد أن نسمي الأشياء بمسمياتها. كيف يعني لما كيف تثمنون كيف تثمنان موقف دولة أرسل رئيسها قائد الأركان إلى الصين باش يشري بدريهمات قيمتها 21 مليار دولار الخردة الصينية، بعد أن كنا نشتري الخردة الروسية والتي لم نستطع استعمالها في الحرب على الشعب العزيز على قلوبنا في غزة؟ شوف، هنا الموضوع من زاويتين. أولا، لهذا إذا كانت هذه البضائع والمعدات العسكرية والأسلحة التي نقتنيها سواء من الصين أو من روسيا أو من عند الشيطان الأزرق، طالما أنه ليس لا تدافع ولا تذب ولا تذب عن بيضة الإسلام والمسلمين وعن الشعب الجزائري، فهي موضوع آخر نتركه جانبا. أنا أتحدث هنا عن الموقف الدبلوماسي، لأن حضرتك ذكرت أن ضيفك الأسبوع الماضي أو البارحة أثنى على الدور الدبلوماسي الجزائري. هنا لابد، أنا لا أثني عليه، أنا لا أقول أنه الأفضل أو الأرقى أو الأروع بمقارنة، يعني بالله عليك أي واحد يقارن هذه يعني أمور ظاهرة لا تحتاج إلى كثير كلام،
هل تقارن الموقف الجزائري على ما هو عليه من الركون والخنوع والمذلة؟ لكنه أشرف مليار مرة من موقف القاهرة، أشرف مليار مرة من موقف آل سلول الذين كنت أتحدث عنهم الآن، أشرف من الموقف التونسي الذي رفض التصويت على وقف النار، فأشرف من النظام المغربي الذي يعني يدعي من جهة رئيس لجنة القدس ومن جهة يعني كبير المطبعين. فهذه الأمور إذا قورينا يعني على غرار ما يقول عن الجزائريين الأعمش في بلاد العميين، هؤلاء عميين، فنظامنا ما شاء الله عليه أعمش، يعني ليس أعمى تماما. فبالتالي من هذه الزاوية أنا أقول أنه موقف جميل. أعود إلى سؤالك وإلى حرف بوصلة اقتناء السلاح والمعدات القتالية الجزائرية من موسكو إلى بكين، هنا حديث آخر. بكين الآن لعدة معطيات ربما أوجزها لك. المعطى الأول لا يمكن أن نهرب منه هو أنه فيه رعب من المجتمع الغربي، لأن المجتمع الغربي يحاصر روسيا ويحاصر بوتين جراء الحرب على أوكرانيا، وهو مأزوم ماليا، وانت تروح تقتني منه أسلحة معناها أنت تقدم له قبلة حياة وتفك عنه الخناق وتضخ بعض الدولارات في ميزانيته الداخلية، وهذا ما لا يرضاه الغرب، هذا ما لا يرضاه الغرب. فبالتالي العصابة عندنا تريد مسك العصا من الوسط، لا تريد إغضاب أربابها في واشنطن وفي باريس تحديدا. من جهة أخرى هناك الأسلحة الروسية أثبتت عدم جدواها، يعني التفوق العسكري الروسي يكون في الأسلحة الثقيلة، والأسلحة الثقيلة لم يعد لها كبير الأثر في حسم معارك اليوم. معارك اليوم تعتمد على شيئين اثنين، تعتمد على الأسلحة الخفيفة والأسلحة التقنية الإلكترونية، وفي المقام الأول منها المسيرات. وإحنا شفنا البعبع الروسي، السوق الكبيرة، المصدر التسليح العالمي الكبير اللي هو روسيا، أصبح يقتني المسيرات من إيران ليستخدمها في الحرب ضد أوكرانيا، معناها عاجز حتى عن هذا السلاح الذي أصبحت تصنعه تركيا ودول أخرى غير، يعني لم تكن مصادر تسليح أو دول مصنعة في العتاد العسكري. ومع ذلك فأنا تركيا روسيا أصبحت متأخرة بخطوات بمراحل في إطار هذه الأسلحة العصرية الآن اللي هي تعتمد على الخفة والإلكترونيك. فالخفة والإلكترونيك الأسلحة الروسية أصبحت متأخرة يعني تأخرا فادح. لازلنا نحاور مكاننا كمشتري فقط ولن نبيع أي خردة للعالم. بعد أن دخلت جيوبنا الألاف من الملايير، وهذا نظير تسييرنا لشؤون الدولة. تبون جاب واحد جديد باش يسير شؤون الدولة، وداروا على رأس الحكومة الجديدة تقريبا العد 5 حكومات، عشرات الوزراء دخلوا وخرجوا منذ مجيء تبون دون جدوى. مدير ديوان تبون وزيرا أولا، هل يسعى تبون لبسط نفوذه على المؤسسات الرسمية تحضيرا لعهدة ثانية؟ اتقوا الله في هذا الرجل. من يكون تبون حتى يعزل وينصب؟ من يكون تبون؟ إرادته هي نفس إرادة الكرسي الذي يجلس عليه، حطه هنا ينحط، حطه هنا ينحط. لو كان تبون، لو كان يملك 25 جرام من الإرادة لما كان يعني كرم نزار وتوفيق و و و واستثنى من التكريم ربه الذي أتى به إلى السلطة وجعل يعني حوله كما يقول العام عندنا في الجزائر من رئيس بلدية، من رئيس دائرة إلى رئيس جمهورية. لو كان يعني يملك قدرا يعني 25 جرام تاع إرادة على الأقل ذرا للناس في الأعين كان يكرم بين المكرمين القايد صالح، لكنه لم يفعل، فهو لم يملك من أمره شيئا. الأوليغارشية العسكرطارية التي أتت به ليكون السكرتير ويكون واجهة مدنية للسلطة هي التي أتت بنذير إلى رئاسة ديوانه، وثم هي التي زكته رئيسا للحكومة. لكن لماذا
لم يثبت لم تثبت الأوليغارشيا العسكرطارية الحاكمة أو الحكام الفعليون، لماذا لم يثبتوا لحد الآن على رئيس حكومة؟ هم يريدون على غرار بعد انقلابهم في 92 يبحثون الآن في رحلة بحث عن رجل قذر يمارس مهام قذرة كالتي كان يمارسها أبو يحيى. وبالمناسبة هذا ليس سبا ولا تطاولا، لأنه هذا الاعتراف سيد الأدلة، هو بلسانه يقول أنا رجل المهام القذرة. فالآن السلطة الفعلية، لا أتكلم، لا نقول السلطة الفعلية، لا نتكلم عن تبون، يعني هو تبون واحد من آليات السلطة التافهة. هم يريدون الآن البحث عن رجل للمهام القذرة لينوب أو ليكون أو ليخلف أو ليقوم مقام أبو يحيى، مع الأسف غير موجود. هم جربوا جراد ثم أيمن بن عبد الرحمن، لكنهم في الحقيقة كانوا يعني لا يساوون شيء، كانوا يتميزون بصورة هلامية، كانوا لا طعم لهم ولا لون، لم يكن لهم أي أثر في السلطة. يعني هم ربما كما قال في يوم من الأيام مقداد سيفي، كانوا رؤساء حكومة، يعني رؤساء حكومة بقيمة جاردينية قصر الحكومة. فبالتالي هم سيدخل ستطول رحلة بحثهم عن القذر الذي يقوم بالأعمال القذرة التي كان يقوم بها ويحيى. كان الجزائريون والجزائريات ينامون ويصحون على أخبار غزة، لكن في قائمة الترند أصبح الرقم الأول السيارات، السيارات التي دخلت بعدة ماركات إلى التراب الوطني، آخرتها أوبل بعد شيري. هل تظنون بأن الجزائر لا يمكنها أبدا التخلي عن استيراد السيارات؟ ولماذا الجزائر تضخ المليارات من أجل سيارات لا يمكن للغربي أن يقتنيها لأنها غير آمنة؟ لماذا هذه الحكومة ما زالت مغمضة عينها على حقيقة مهمة؟ طالما لم نفتح أبوابنا للتصنيع في الجزائر فهذه الأزمة سوف تبقى أبد الدهر. من يشتري خردة السلاح الذي هو الدرع الحامي للوطني والمواطن، لا تستغرب إذا اشترى خردة السيارات. خردة السيارات، هل سيركبها هذه السيارات؟ هل سيركبها ابن جنرال أو ابن الوزير؟ هل سيركبها تبون؟ هل سيركبها خالد تبون؟ أبدا، سيركبها المهمشين المساكين الجزائريين، ويعني إذا ماتوا كما يقول يعني لا بواكي لهم. لكن لماذا؟ أقول لك لماذا؟ لماذا؟ لأنه ما من شركة تقع في ضائقة مالية أو يصيبها الكساد لمنتجاتها، يكون الجزائري هو البومبي، الدولة الجزائرية هي البومبي، تذهب لإنقاذها بشراء ما بار في مخازنها. وأنا نذكرك بسيارات رونو التي كانت يعني يأكلها الصدأ في المصانع التركية بعدما يعني أنف وعافها الأتراك أنفسهم، يعني دفعت فيها الملايير في الجزائر، حتى قدموا تسهيلات. إذا تعقل إحنا أصبحنا نأرخ مثل ما كانت قريش تؤرخ بعام الفيل وعام من مش عارف واش، نحن أيضا نؤرخ بعام الكارسان، وأظنك تذكر جيدا عام الكارسان. فالكارسانات هذه، أنا عشت 9 سنوات في تركيا لم أرى بعيني سيارة كارسان، مع أنها صناعة تركية، عندما يعني لم يقتنيها الأتراك، لم تعجبهم، ليست صالحة لا لنقل البضائع ولا لنقل المسافرين، أتي بها إلى الجزائر لتكون لنقل المسافرين. وشجعوا الناس من خلال تشغيل الشباب أو ما تمويل المشاريع تاع النقل، نقل الأفراد لونساج، وأخذوا يعني وفكوا الذائقة وتخلصوا، بدليل أن الشحنات التي باعها هذا المصنع، مصنع بيجو في تركيا إلى الجزائر، كانت آخر الشحنات. يعني عمر داود لا يعاود، لم يصنع بعدها الكارسان أبدا، ونسيت وأزيلت من الوجود. فبالتالي ما حدث مع سيارات الكارسان والرونو عموما التركي في الجزائر، أنقذت هذه المرة العصابة الحاكمة بوافر الدولارات والمال السايب يعلم السرقة كما يقول الجزائريون، أنقذوا هذه الشركات على غرار أوبل وغيرها من هذه السيارات التي ربما لا تساوي شيئا في بلادها، والتي لا يقتنيها أهل البلد إطلاقا. فيعني
تدفع في مقابل طبعا عمولات ورشاوى وغيرها، يتخلصون من منتوجهم الرديء الكاسد، ومن جهة أخرى يضمن للعصابة أنها تشتري ود أرباب هذه الشركات وذوي النفوذ في دوائر الحكم عند هذه الدول فقط. أستاذ عبد الله، أنا نشوف في الأثمنة تاع السيارات تاع أوبل التي دخلت هذا الأسبوع إلى السوق الجزائري، أوبل موكا ب 384 مليون، أوبل أسترا ب 431 مليون، وأوبل جراند لاند ب 468 مليون، أي ما يضاهي المعدل 20,000 دولار. هل الجزائري عنده غني إلى هذا الحد باش يجيبوا له سيارات ب 20,000 دولار؟ لا يلقاوا لها حل، لا تخف يلقاوا لها حل. المهم أن الجزائر عندها، النظام الجزائري عنده مال ليدفع في مقابل هذه الخردة، لكن بالنسبة للجزائر يعني يوكلوها له كالدواء، أي حاجة مرة كورها بالعسل واعطيها له ياكلها عادي. لما يجيبوها له مع عروض ومع مانيش عارف امتيازات ويقولوا له تخلص ترونش واحد ولا تروا ترونش ولا لي كات ترونش، تخلصهم بارفاسيليتي بالتقسيط المريح، يعني يضمنون انها تفوت، لانه راح تفوت تفوت، ويغلقوا عليك من الناحيه الثانيه. ما فيش سيارات اخرى تدخل من، يعني السيارات المرموقه، السيارات التي العالميه يمنعوها من الدخول، فبالتالي يجد الناس انفسهم مضطرين لاقتنائها، هذا غير فرضها فرضا على الدوائر الحكوميه، يعني راح تستفيد منها البلديات، الدوائر، الولايات، الشركات العمومية، يعني يعرفوا كيفاش يتصرفوا فيها، لا يهمك هذا الأمر، لأنهم لا 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 يعملون حساب المسكين البائس، هم يعملون يعني على الموظفين ونحوه. نأتي إلى آخر محور أستاذ عبد الله إذا تفضلت. استضفنا الناطق الرسمي باسم اتحاد التغيير والرقي لو سي بي الأستاذ عبد الكريم زغيلش هذا الأسبوع، وتحدث لنا عن الجامعة الخريفية اللي كانوا بصدد تنظيمها اليوم والبارح، والدولة السلطات عطوت لهم الترخيص اكسيتيرا، وجابوا الناس عرضوهم من كل المدن الجزائرية وداروا تسجيلات على موقعهم الرسمي، وفي اخر المطاف البارح كي يبداو راحوا يبداو جا لهم رجل امن قال لهم ما عندكمش الرخصه، ومول الفندق قال لهم ما نقدرش نرقد صحابكم باسكو ما عطاوكمش الرخصه، دونك ما كانش ما تقدروش ترقدوا في الاوتيل. وانا سالت الاستاذ عبد الكريم قلت له كيفاش منعوا العديد من الاحزاب وانتم خلاوكم؟ قال احنا عطاوها لنا دون مانيير ريغلومونتير وقانونيا. دونك حدث ما كان في الحسبان. أنا أدعوك فقط أن نستمع مع بعض عبد الله أستاذ عبد الله إلى مداخلة رئيس هذا الحزب زبيدة عسول، ثم أطرح عليك سؤال. ولكن لما تعود عندك إدارة وسلطة هي ما تحترمش القانون، لأنه هذا القانون هذا في المادة 5 منه تقول باللي أي سواء حزب سياسي، جمعية، نقابة، مواطنين بسطاء بغاو يديروا اجتماع يحطوا اختار للإدارة وين راح ينعقد هذاك اللقاء، ولكن الإدارة تعطيهم وصل بالاستلام، لكن الإدارة الجزائرية لا تطبق القانون ولا تحترم القانون، ما عمرها ما عطات وصل لا لعقد اجتماع ولا لتنظيم حزب ولا لتنظيم نقابة ولا لتنظيم جمعية. هذا هو الواقع. مي أكثر رئيس الحزب راه يقول باللي الإدارة الجزائرية عمرها ما احترمت القانون وما تمدلكش مامبار روسي عندما تكون حاب تنظم جامعة خريفية. هل النظام الذي يخاف من هندسة التغيير الذي كان عنوانا لهذا اللقاء، أم أن النظام على باله باللي الشعب ساكت والشارع ساكت وما يديروش حتى اجتماعات، وحنا رايحين وعدنا خطة هي أن تبون سوف يبقى لعودة ثانية؟ القانون هذا الذي هي اكتشفت مؤخرا، هذه المرأة اكتشفت مؤخرا أنه في الجزائر ما فيش قانون. لماذا؟ لأنهم منعوا عناصر حزبها من التجمع، لكن ما اكتشفتش أنه القانون هذا ومطبقي هؤلاء منعوا بعض الجزائريين من الحياة، ومنعوا بعض الجزائريين من الحرية. هي لم يسؤها ذلك، لما كان القانون يزج بالآمنين إلى السجون وإلى ركان حيث المخلفات النووية،
لم يسؤها ذلك. عندما كان القانون الناس تموت وتصفى جسديا خارج الإطار القانوني لم يسؤها ذلك. عندما كانت هي شخصيا تسوق الناس سوقا إلى أحكام بالمؤبد والإعدام دون ذنب ولا جريرة ما ساءهاش القانون. واليوم تتكلم عن القانون، هو هذا الحزب أراد أن يكون بديلا للأرندي، لأنه لا بد أن نعرف كيفية الخارطة السياسية للنظام الجزائري. النظام الجزائري يقسم الأحزاب إلى ما يشبه الحظائر أو الزرائب، هناك 4 زرائب أو حظائر. هناك الحظيرة الأولى فيها الأفلان ممثلا للتيار الوطني وحده دون سواه، ولن يتخلى عنه النظام، وحتى إن شق هذا الحزب عصا الطاعة على الحكام الفعليين يتخلصون ويؤدبون الأشخاص الذين شقوا عصا الطاعة ويعيدون الأفلان إلى بيت الطاعة، ليبقى دائما يعني من حزب تحرير إلى حزب تخريب. والدليل واضح تماما وليس ببعيد، يعني ما حدث مع عبد الحميد مهري الذي شق عصا الطاعة عليهم يعني لم يرد ولم يقبل بأن يكون حزب التحرير آلية انقلابية. هذه الحظيرة رقم 1 ولن ينافسه فيها أحد. الحظيرة رقم 2 هي حظيرة الديمقراط أو الديمقراط، هذه التي كان إلى وقت قريب الأرندي سيدها ويلعب في هذه الساحة وحده، إلى أن سقط ويحيى. فالآن تقدم هؤلاء ليقدموا أوراق اعتمادهم كبديل ومنافس للأرندي، ويكون يعني تكملة للمشهد الوهمي التعددي الذي يبنى في الأساس في الجزائر على التيار الديمقراطي والوطني والإسلامي. فهؤلاء ظنوا أن الأرندي السلطة غسلت يديها من الأرندي. الأرندي اللي هو في الحقيقة حزب لم يعرف أو لم يهتدي لأن يتحول إلى جماعة، بخلاف هؤلاء الذين هم يعني زبيدة عسول وجماعتها، هم جماعة لا يعرف ولن يستطيعوا أن يتحولوا إلى حزب. الحظيرة الثالثة أو الزريبة الثالثة هي زريبة المتأسلمين، والتي فيها تنافس بخلاف الآخرين. طبعا يعني الرائد في التنافس هو حزب حمص، الذي بعد الانشقاقات التي تعرض لها خاصة بعد بروز تاج ثم البناء ثم غيرهم من الأحزاب، الآن تشهد هذا الحظيرة صراعا يعني حارا وحادا بين بن قنينة والحمسيين من أجل نيل مكان يعني الريادة الإسلامية في السلطة أو ريادة المتأسلمين في السلطة. نحن ما عندناش كل الأحزاب تتنافس في مضمار واحد، لا، كل جماعة تتنافس في مضمارها الخاص بها. أما الحظيرة أو الزريبة الرابعة فتضم لفيفا عريضا طويلا من الدكاكين السياسوية، اللي هي في الحقيقة عبارة عن حزيبات مناسباتية تقتات ما يتساقط من موائد سلب ونهب المال العام. ألا ترى بأن أول سبب في غضب السلطة من اتحاد الوحدة والرقي من أجل التغيير والرقي هو أنه كان سباقا في المطالبة برئيس توافقي أو مترشح توافقي في الرئاسيات المقبلة؟ لا، شوف، الكلام ليس عليه جمرك، يعني ما كانش ديدوان مع الكلام، كل واحد يتكلم كما يشاء. يا أخي احنا شفنا المتناقضات الغريبه، لما تشوف انت واحد كيما عبد الرزاق مقري يقول لك نحن اول من دعا الى الحراك، يعني الكلام عادي، لا كلامهم لا يعتد به، لانه انا اعتد بكلامك عندما تتكلم وانا اعرف انك قد كلمتك كما يقول في الجزائر، يقول الجزائريون. لكن هؤلاء ما عندهمش كلمه، ما هو اثره حتى وان كانوا حزبا؟ خليني من هؤلاء جميعا، يعني هذا الحزب الذي ما زال راه في اللفة كما يقال في الجزائر، ما زال في القماطة، ما نحكوش عليه. خلينا الأحزاب الكبيرة، أحزاب العيار الثقيل، حمص مثلا باعتبارها رأس الإسلاميين، أو الأفلان باعتبارها الحزب التاريخي الأقدم للجزائر، أو الأرندي باعتباره رأس الديمقراطيين، هل لكلامهم من أثر؟ ماذا يملكون؟ رئيس الجمهورية نفسه كمنصب لا يملك من أمره شيئا. نحن عندنا في الجزائر ديكورات فقط، عندنا حزب
يسمى حزب ولا علاقة له بالظاهرة الحزبية، عندنا حزب ليس له برنامج، عندنا إسلامي ليس له ما يمته، ليس له أي صلة تمته بالإسلاميين، عندنا علماني لا يؤمن بالعلمانية، عندنا ديمقراطي أول من يكفر بالصندوق إذا أتى بغير ما يشتهي، عندنا رئيس لا يستطيع أكرمك الله دخول الخلاء دون إذن من عند الجنرالات. عن ماذا نتحدث الآن؟ هناك عصابة أوليغارشية عسكرطارية تتكون من 45 جنرال يزيدون أحيانا وينقصون أحيانا أخرى، هم الحكام الفعليين. ما تراه كله ديكور لا ينفع لا يضر ولا يسمن ولا يغني من جوع، كلهم سواء، عبارة عن ديكور حتى تكون يعني المنظر النهائي السياسي للساحة السياسية في الجزائر بأن عندنا رئيس مدني ولكن العسكر اللي يحكمه، عندنا أحزاب وبرلمان لكن البرلمان هذا لا يعتد بما يقول، عبارة عن جماعة من المنتفعين، وعندنا حكومة يعني كلهم مكتوبين بقلم الرصاص، أي في أي لحظة شاء الحكام الفعليون أن يشطبوا اسمه ويشطبوه. نحن كان لابد أن نتحدث عن هذا الذي يعني يكون رئيس وزراء ثم يصرف، على الأقل قدمنا بيرون، قدمنا حصيلة، إذا كان يعني أنجز ما فيه صالح البلاد والعباد نثني عليه ونكرمه، وإن كان أجرم في حق البلاد والعباد نسجنه، لكن هذه الأمور غير متاحة غير موجودة عندنا. نحن الآن يعني العصبة الحاكمة ظهر لها وبان لها أن تعين فلان، عينته، أرادت يعني أن تعين بديلا له يعني تصرفه وتأتي بغيره، والناس يعني يا راجل في كرة القدم لما تغير لاعب لازم تهضر مع الحكم الرابع، والحكم الرابع يهضر مع حكم الساحة، وحكم الساحة يتكلم مع حكم التماس باش يوقف المقابلة عندما تتوقف ويعلمه. هذه الأمور غير موجودة عندنا. السياسة في الجزائر لا ترقى لأن تكون ماتش تاع كرة قدم، يعني اليوم راه وزير غدوة الشطب وجيب واحد آخر، فعبث عبث. ما زال ما وصلناش إلى ماهية الدولة، إلى مفهوم الدولة. نحن محكومون من قبل عصابة لا تتقيد بأي قانون، والأدهى والأمر جهادي اللي كانت يعني مساهمة في دماء الجزائريين وتغييب الجزائريين عن أهلهم وتشتيت العائلات، وتقول لك ظلمنا القانون. علاش يا لالا ظلمك القانون؟ لأنه منعنا من التجمع. والله شر البلية ما يضحك. أستاذ عبد الله الرافعي، نشكرك على إثرائك لهذه الحلقة، شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.